اوكي يا جماعه، هلا بهذا الفيديو رح نحكي عن شيء كثير مهم، واللي هو احنا بنسميه راشوناليزنج سبستيوشن، تمام؟ واللي هو يعني بلغه ثانيه احنا بنسميه شيء التعويض النسبي، تمام؟ هلا ايش فكره هذا ايش فكره هذا العنوان؟ شو مكتوب؟ some integrals can be converted to an integral of partial fraction، مزبوط؟ هذا المكتوب. شو معنى هذا الحكي؟ اذا بتتذكروا سبق وبالمره الماضيه شو اسمه سألتكم سؤال إنه كيف بتميزوا إذا إحنا بهذا السؤال أو بهذا التكامل الأنسب إني أستخدم البارشال فراكشن اللي هو القصور الجزئية. بتتذكر هذا السؤال؟ إذا فاحكوا لي شو كان جوابكم إله؟ يعني كيف بالآخر اللي هو يكون الاقتران راشنال نسبي، صح؟ إنه يكون إيش؟ نسبي 100%، إنه يكون الاقتران نسبي. حلو كتير. اليوم يا جماعة نعتبر احنا كبرنا شوي او تقدمنا شوي بالكسور الجزئية، هلا بدنا نيجي على اشي ادفانس اكتر شوي. شو بحكي لنا هلا هون؟ انه some integrals can be converted to an integral of partial fraction، يعني في بعض التكاملات انا بقدر اني احولها لحتى تصير عبارة عن ايش؟ تكاملات بالكسور الجزئية. شو معنى هذا الحكي؟ يعني التكامل بالبداية ما بيكون عبارة عن الكسور الجزئية، او الالكترون اللي انا عندي من البداية ما بيكون عبارة عن الكتران نسبي اللي انا على طول استنتج انه بالفعل هذا كسور جزئية. لا، في مرات بلزم اني انا اعمل تحويل معين، تعويض معين، لحتى اقدر احول هذا الالكترون اللي انا عندي لالكترون نسبي وبعديها استخدم ايش؟ الكسور الجزئيه. هات نشوف مثل ايش. ما فيش شيء رح اوضح هذا الحكي اكثر من مثال. فاول مثال عندنا كالتالي: التكامل لواحد على اكس جذر الاكس بلس واحد. يلا، هل هذا الالكترون النسبي هل هذا الالكترون الكترون نسبي؟ هاي اول سؤال. لا، ليش مش الكترون نسبي؟ لأنه في عندنا جذر. في عندنا جذر، بالضبط. بالمقام في عندنا جذر، فبالتالي هذا أكيد مش اقتران نسبي. نسبي معناها بولينوميال على بولينوميال. بيرفكت. كونه مش اقتران نسبي، إذا أول شيء لازم أخطر لأنه مش كسور جزئية. يعني هذا هيك أول شيء ممكن نفكر فيه، إنه مش كسور جزئية. وكبداية بالفعل هو مش كسور جزئية. لكن ممكن أنا أقدر أعمل هلا شغلة معينة، أحول هذا التكامل، عفواً هذا الاقتران، اقتران نسبي، وأقدر إني أعمل ساعتها كسور جزئية. بالفرض. يستمتم يا كسرين. شو بدنا نعمل بالفرض؟ ايش انا هلا ممكن افترض لهذا الالكترون؟ ايش ممكن افرض يعني؟ ما نفرض الجذر كله بيساوي مثلا سواي وبيساوي سرين، ان شاء الله مش مشكله يعني. المهم هذا الحكي بالفرض. اوكي يا جماعه، قبل ما انا احل هذا السؤال بدي احكي لكم قاعده. اذا انت التكامل اللي كان عندكم فياته ما بيزبط بهذا الشكل، جذر النوني لجي اوف اكس، تمام؟ اذا انتم كان في عندكم بالتكامل او بالالكترون اللي انتم عندكم احدى التيرمز، احدى يعني المقادير او احدى الالكترونات اللي انتم عندكم بهذا الشكل، الجذر النوني لمين؟ لجي اوف اكس. بهاي الحاله بيكون انسب شيء انكم تعملوا انكم تفرضوا هذا الالكترون مع القوه تاعته هاي كلياتها يو او واي او اكس، وطب يعني مش اكس، لا يو او واي او زد، ايش ما كان يكون، تمام؟ هذا الجذر كلياته مع النون النهائي والجي اوف اكس، تمام؟ لما تفرض انتم هذا الحكي غالبا باغلب الحلقات اللي نحكي بتحول التكامل او الالكترون اللي انت عندكم الالكترون نسبي، وبتقدروا انكم ساعتها تكاملوا بواسطه الكسور الجزئيه. هلا عشان احنا ما نكونش في عندنا تناقض باللي بنحكي، او عشان تكون الامور كلها واضحه، لو هلا انا اجيت سالتكم الجذر النوني لجي اوف اكس، بالضبط هاي الجذر النوني لجي اوف اكس يا شادنا للكل، فسروا لي اياها. وين المقدار اللي هو عبارة عن الجذر النون لجي اوف اكس، وقديش النون فيه وقديش جي اوف اكس؟ فهمت علي ولا عيد؟ عيد. تمام، ايش المقدار اللي موجود عندي بهذا التكامل اللي هو عبارة نقدر نعتبره الجذر النون لجي اوف اكس؟ وايش هي النون او ايش هي الان وايش هي الجي اوف اكس؟ نون هي الجذر الاكس زائد واحد، ونون هي اثنين، مظبوط. انا هون عم بقول لكم ايش هو المقدار اللي هو عباره عن جذر النون لجي اوف اكس. فيها جذر وهو فيش عند اساسا غير هذا المقدار فيها جذر، فبالتالي هو اكيد جذر الاكس بلس واحد. قديش الان هلا هون هي عباره عن اثنين لانه تربيعي، لو قديش جي اوف اكس؟ واحد. ايش هي؟ اكس زائد واحد. بيرفكت، اكس بلس واحد. طيب هلا بالنسبه للي انا حكيت قبل شوي، ان اذا انا كان في عندي بالتكامل او الالكترون جذر النون لجي اوف اكس، حكيت انه انا هذا انسب شيء افرضه هو يو او واي او ايش ما كان يكون، واحاول امشي شوي شوي بالخطوات عبين ما اوصل لايش؟ عبين ما اوصل للحل تاعي.
إذن منطقياً إيش مو إيش أنسب مقدار أفرضه هلأ هون y أو u أو whatever الرمز اللي بدي إياه يعني. u تربيع بتساوي x زائد واحد. u تربيع بتساوي x بلس واحد أو بطريقة تانية هو نفس الإشي بس حيطلع بس. أو يعني اليو بتساوي الجذر كامل. 100% إنه إحنا تبعنا اللي حكينا. بعدين من ربع. بالضبط تبعنا اللي حكينا هو عبارة عن إيش الجذر كامل. فهلأ هي هون السوليوشن نقدر نفرض اليو هي عبارة عن جذر x بلس واحد أو هذا الفرض هو نفسه انه اليو تربيع بدها تساوي اكس بلس واحد زي اللي حكته شادن يعني على الحالتين احنا نفس الجواب تمام. طيب هلا اوكي خلصنا هاي الشغله شوف شو بدنا نعمل. اول شيء بدي اول شيء دي اكس صح كيف راح اوجد الدي اكس من الدي يو دلتا اكس تساوي دي يو بدها تساوي 2 يو دلتا يو. صبرك يا اوكي انت عملتها على هاي اذا هيك اوكي اوكي تمام 2 يو دي يو شو بدها تساوي دي اكس دلتا اكس بالضبط. اوكي يا جماعه انتم بدكم تمشوا على الثانيه هاي معلش 2 يو دي يو تساوي دي اكس زي ما حكيتوا بيرفكت. هلا بعد هيك بدنا ناخذ التكامل لواحد على اول إشي جذر الاكس بلس 1 قديش صار عندنا بيساوي يو يو بدل دي اكس شو صار عندي 2 يو دي يو مزبوط مظبوط تمام. شو ضل عندي بس اخر شغله اللي هي الاكس يلا قديش الاكس هلا بتساوي من يو يو تربيع من هاي اذا يو تربيع بده تساوي اكس بلس 1 اذا الاكس هي عباره عن يو تربيع ناقص 1 فهي هون يو تربيع ناقص 1 وهيك. هلا صارت المعادله كلها انا عندي بدلاله اليو او التكامل كله عندي بدلاله اليو فكل الامور تمام. اول شيء اليو هاي مع اليو هاي بدها تروح واثنين إذا بدكم هي ثابت بنخرجها برا فبصفي معي التكامل 2 لواحد على يو تربيع ناقص 1 ديو. لعند هون في حد عنده أي مشكلة؟ في حد عنده أي سؤال؟ لا تمام. أوكي إذا السؤال عندي كيف نجاوب هلأ هذا التكامل أو كيف نحل هذا التكامل؟ يلا واحد اللي هو اللي حكينا اللي هو اللي هو الإكس تربيع ناقص أي تربيع اللي هو تريجون بعرفش أرفضه تريجونومتريك هو بهاي الطريقة. اوكي هاي واحدة غير هاي الطريقة مين في عنده كمان افكار غير سيرين؟ اي جماعة بزبط كمان باللين باللين ايش قصدك؟ مش يعني يعني لو حطينا واحد على اثنين يو اللي هي يعني زي واحد على اثنين لا لا بتزبطش السيرين اللي بتحكي فيه تمام غير هاي يا جماعة يلا غير التريجونومتريك سبستيوشن يخرب شركم احنا لسه قبل شوي كنا نحكي عنها. يلا يا جماعة انا مش رايح من هون الا بما تتذكروا ايش ممكن عندي طريقة غير التريجونومتريك سبستيوشن. اتذكرت واحد على اثنين اي بتساوي لين اوكي 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 فهمت عليك تمام هذا قانون هذا قانون سيصير هو من التريجونومتريك سبستيوشن نقدر نجيبه. اوكي يا جماعة زي كان برضه نسيت شوي معي حكينا يا جماعة كسور جزئية ايوه ايوه هو هذا اللي كنا بنحكي فيه صرنا ساعة احنا بالاخر مش رح نحكي كسور جزئية مش رح نحكي كسور جزئية بس هذا الشيء اللي بدي اياكم توصلوا له واسم الشيء اللي بنحكي فيه rationalizing substitution some integrals can be converted to an integral of partial fraction بعض بعض التكاملات بقدر احولها لتكاملات تنحل بالكسور الجزئية هاي هي الفكرة من كل اللي بحكي لكم صرلي ساعة انه هذا التكامل كبداية هو مش كسور جزئية لأنه الإلكترون اللي أنا عندي مش إلكترون نسبي لكن هل هذا الحكي معناه أنه خلص فيش كسور جزئية؟ لا ممكن لسه شو عملنا حكينا أنه اليو تساوي جذر الإكس بلس واحد أو هي نفسها ربعوا الطرفين يو تربيع تساوي إكس بلس واحد تبعا لهذا الكلام وصلنا ل 2 في التكامل لواحد على يو تربيع ناقص واحد. هلا هاي جماعة بقدر أحلها كسور جزئية أو تريجونومتريك سبستيتيوشن حلو؟ لما احنا نحل على تريجونومتريك سبستيتيوشن رح نوصل ل قانون او قاعده كتير بسيطه وسريعه راح استخدمها هلا بالحل وهلا بحكي لكم ايش هي بتحل لي هذا التكامل بكل بساطه تمام. بس انتوا لازم تكونوا عارفين انه في قدامكم هون اكثر من خيار تقدروا تمشوا فياته. الاول تريجونومتريك سبستيتيوشن معناها اليو بدها تساوي هون قد ايش يا جماعه؟ شو بتفرض اليو اذا بدكم تعملوا تريجونومتريك سبستيتيوشن اليو بدها تساوي بدنا نعمل يا جماعة تريجونومتريك سبستيتيوشن اليو شو بدها تساوي هلا هون كون هذا يو تربيع ناقص واحد
ما سمعت ايد بقطع صوت. شو بدنا نفترض الواي عفوا اليو اذا انا بدي احل هذا التكامل بالتراجنومتريك سبستيتيوشن بدها تساوي ساين تان سيكند واحده من الثلاثه فيش غيرهم احنا ما اخذناش شيء غيرهم. اوكي يا جماعه انتوا اليوم بمره مش مصححين. لما يكون انا عندي اكس تربيع مثلا ناقص اي تربيع بفرضها اي في سيكند صح؟ فهلا هذه هون عندي يو تربيع ناقص واحد اذا هذا افرضها واحد ضرب سيكند او اللي هي نفسها سيكند ثيتا. اوكي؟ هاي لما بدي احل تراجنومتريك سبستيتيوشن. طيب اذا بدي احل بارشال فراكشن اللي هي قصر جزئيه هذا واحد على يو تربيع ناقص واحد لايش بحلله؟ لكم كسر وايش هاي الكسور اللي انا عندي؟ اثنين بالضبط. وايش هم اثنين؟ اي على يو ناقص واحد زائد بي على يو زائد واحد. بيرفكت. اي على يو ناقص واحد زائد بي على يو بلس واحد. هذا يو تربيع ناقص واحد يا جماعه اوعكم تخلوه مثلا اي يو زائد بي على يو تربيع ناقص واحد. مش هيك، مش اي يو زائد بي على يو تربيع زائد ناقص واحد. ليش؟ لانه يو تربيع ناقص واحد عباره تربيعيه بتتحلل تقدر تحللوها واللي هي عباره عن يو ناقص واحد في يو زائد واحد. لو كانت يو تربيع بلس واحد كان بتكون بهالشكل اي يو بلس بي على يو تربيع بلس واحد، لكن اساسا ساعتها بتكون هاي بابسط شكل. طيب اخر شغله بدنا نحكي عنها انه هون اوريدي في عندي زي ما قلت لكم قاعده او قانون جاهز بقدر اني استخدمه. هذا القانون من وين توصلنا له وكيف وصلنا له؟ يعني من التراجنومتريك سبستيتيوشن. لو تحاولوا هلا هون او لا مش هيك، لو تحاولوا هلا هون نحكي واحد على اكس تربيع ناقص اي تربيع دي اكس. لو تحاولوا بهاي انكم تفرضوا الاكس بدها تساوي اي سيكانت ثيتا رح توصلوا لايش؟ لقاعده كثير بسيطه. ايش هاي القاعده؟ بتحكي لكم انه هذا التكامل شو بيساوي؟ واحد على 2 اي لن القيمه المطلقه لا اكس ناقص اي على اكس بلس اي وهذا هو الجواب. تمام؟ فاذا تبعا لهذا الحكي شوف شو بده يصير معنا. تبعا لهذا الحكي 2 في التكامل لواحد على يو تربيع ناقص واحد دي يو شو حيكون بيساوي هلا هذا التكامل؟ يلا تبعا لهي القاعده يا جماعه 2 بنص لن ضرب 1 على يلا ثواني يا شادن عشان نكون حلنا 100% ونفهم الكل. اول شيء الاي قد ايش تساوي؟ تبعا لسؤالنا واحد. هون انا عندي اكس تربيع ناقص اي تربيع. انا هون بدل ما انا مسمي الاكس الفاريبل اللي انا عندي اكس هو يو وبدل الاي تربيع عندي واحد اذا هاي الاي حتكون بتساوي واحد. طيب اذا هاي اول شيء 2 ضرب 1 لن زي ما حكيت بدل الاكس في عندي يو اذا هذه يو ناقص يو ناقص واحد على يو زائد واحد. واحد بيرفكت. وهذا كلياته على بعضه شو بصير؟ 2 ضرب نص بتروح هاي كلياتها فبصفي معي لن اليو ناقص واحد على يو بلس واحد. هل انا هيك خلصت حل التكامل ولا لسه؟ معوض مكان اليو اللي هي جذر الاكس زائد واحد. ممتاز. ما تنسوش انه انا التكامل الاصلي كان عندي بدلاله الاكس مش بدلاله اليو. انا بالاول عملت تعويض انه اليو بدها تساوي جذر الاكس بلس واحد. اذا هلا كل يو بدي ارجع بدالها جذر الاكس بلس واحد. يلا بتصفي معي نقدر نحكي هيك اذا التكامل لواحد على اكس في جذر الاكس بلس واحد دي اكس شو بيساوي هلا طلع؟ بيساوي لن اليو ناقص واحد على يو بلس واحد، لكن اليو هي عباره عن جذر الاكس بلس واحد. اذا لن جذر الاكس بلس واحد ناقص واحد برا الجذر على جذر الاكس بلس واحد زائد واحد كمان برا الجذر وهذا هون كلمه مطلقه وبالاخر زائد زائد يا جماعة زائد سي. بيرفكت. حد عنده أي سؤال على هذا؟ وإذا الأمور تمام؟ تمام. أوكي تمام. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيحكي لك التالي، بده التكامل لواحد على جذر الإكس ناقص الجذر التكعيبي للإكس دي إكس. نسأل حالنا كالمعتاد يا جماعة، الإلكترون اللي أنا عندي واحد على جذر الإكس ناقص جذر التكعيبي للإكس، هل هو اقتران نسبي؟ هذا سؤال كتير مهم نسأله لحالنا. لا لا. ليش؟ فيه جذور. انجذر. هذا الحكي معناه ان اول شيء البارشل فراكشن عندي ما بصير استخدمها على طول، فيش عندي اساسا بارشل فراكشن هلا. بدنا نحاول ندور على طريقه ثانيه. يلا شو بتقترحوا؟ في عندكم تراجنومتريك سبستيتيوشن، في عندكم تعويض، في عندكم اجزاء، ايش ممكن تختاروا؟ التعويض. التعويض. شو بدكم تفرضوا؟ نفرض شيء يضيع الجذرين مع بعض. ايوه بدنا نفرض اشي يضيع الجذرين مع بعض.
في عندي جذر الاكس وفي عندي الجذر التكعيب بدل الاكس. ايش بتقترحوا رقم ممكن اضيع لي هذول الجذرين مع بعض؟ جذر يو قوة 6. يو قوة 6. ممتاز 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 ممتاز. الفرض بتاعنا يا جماعه هو عباره عن اكس بدها تساوي يو قوة 6. يو قوة 6 تمام. صراحة أنا مش هممني كتير أحل السؤال بتفاصيله قد ما بهمني إيش نفرض هلأ هون، لأنه هذا هون كل فكرة السؤال. فخلونا شوي نركز مع بعض فيها. حكينا لت X تساوي يو قوة 6، ليش هيك؟ يلا أول شيء يا جماعة بدنا ناخذ هلأ قاعدتين أو شغلتين. لما أنا يكون عندي هذا المقدار كل اللي فياته جذور، خليني أحكي، أو كل اللي فياته قوة، يعني قوة أو جذر مش مشكلة، وجوا هاي القوة أو هاي الجذر المقادير كلها متساوية، يعني هون مثلا جوا الجذر الاول اللي هو التربيعي هاد اكس، جوا الجذر التكعيبي الثاني اكس. لو انا مثلا هنا في عندي بدل الواحد فرضا يعني جذر رابع مثلا كمان للاكس تمام. لما انا هاي المقادير اللي جوا الباورز القوه او الجذور اللي انا عندي كلها متساويه، يعني زي هون اكس اكس اكس، فالطريقه اللي رح نحكي عنها هلا بتكون هي انسب طريقه للحل. لكن اذا صار في عندي اختلاف مثلا جذر الرابع على اكس بلس واحد هيك كلها تحت الجذر، هون بصير في عندي مشاكل، هون بصير بدي احاول افكر بطريقه ثانيه لحتى اني احل هذا التكامل. ممكن تكون برضه بالتعويض، لكن التعويض اللي راح اعوضه بده شويه تفكير تمام. لكن اذا هاي المقادير اللي كانت جوا الجذور او الباورز كلها متساويه، التعويض حيكون عندي بهذا الشكل. شو التعويض اللي حيكون عندي؟ باخذ المقدار اللي جوا الجذر، هون هذا المقدار اللي جوا الجذر عباره عن اكس، فبحكي اكس بدها تساوي يو او واي او واتيفر قوة رقم. هذا الرقم اللي بدي اخليه كقوة هون لازم اضيع لي الجذور كاملة، بدي اضيع لي اي جذر موجود في التكامل. شان يضيع لي اياه؟ يعني بديش اشوف الجذر من اساسه، الجذر اللي انا موجود عندي بده يروح، وهلا بنشوف كيف تمام. فهي هاي اول شغلة بدنا نحكيها. فبالتالي يا جماعة لو انا هون كان عندي جذر الاكس بلس واحد والجذر التكعيبي لاكس بلس واحد، هذا جوا الجذر، ساعتها شو بفرض اليو قوة 6؟ اكس ولا اكس بلس واحد؟ اكس بلس واحد. اكس بلس واحد زي ما حكينا، باخذ المقدار اللي جوا الجذر كاملا حلو، بس خليه بيساوي يو او واي قوة رقم. هذا الرقم كيف بدنا نحدده؟ هلا رح احكي. خليها شغله ثانيه، هاي اول شغله اتفقنا عليها تمام. اوكي هاي اول شغله. هلا ثاني شغله، كيف بدي احدد انا هذا الرقم؟ ليش اخذ هذا الرقم 6؟ ليش مش 3؟ ليش مش 4؟ ليش مش 12؟ طيب تمام؟ شوفوا كيف يا جماعة. جربها. اول شيء اوكي ممتاز يا ثراء، اول خطوة ممكن نحكي انه نضربهم. انا هلا هنا في عندي جذرين، هذا الجذر قديش قوته؟ 2. وهذا الجذر 3. اول شيء ممكن نعمله جد بالفعل اني انا اضرب هذول الاثنين مع بعض، بعطيني 6 صح؟ حلو؟ بعطيني 6. صحيح. لكن هذا الحكي مش شرط دائما يكون هو الاسهل. تمام؟ يعني انك تضرب الارقام تاعت الجذور كلياتها الموجودة عندك حالة دائما بتزبط. لكن ممكن مرات تصعب عليك شوي الشغل، يعني بالارقام بتصير الارقام كتير كبير مرات. فشو ممكن احنا نعمل حتى نسهل هذا الاشي؟ هاي 6 بدي اقسمها على رقم، حلو؟ 6 هاي بدي اقسمها على رقم، ايش هذا الرقم اللي بدي اقسمها عليه؟ شوفوا كيف يا جماعه، انا عندي 3 و2 صح؟ لو اجي اقسم 3 على 2 هل بقدر ابسط ال 3 و2 اكثر من هيك؟ يعني هذا 3 على 2 هل في رقم اقسمه بيناتهم مشترك؟ لا لا. حلو، لو اجينا حكينا 6 على 4 هل في رقم مشترك بيناتهم بقدر ابسط هذا المقدار اكثر من هيك؟ نعم. 2 صح؟ لو قسمتها على 2 شو حتكون؟ 3 على 2 مزبوط؟ فهون قسمتها على 2. طب 3 على 2 هل في شيء لسه بالزياده اكثر من هيك؟ اقسم عليه؟ لا. لا، اذا انا هون 6 على 4 هاي على شو قسمت لحتى يكون انا في عندي هذول هذا القصر بابسط صوره؟ قسمت على 2 صح؟ فبالتالي لو انا في عندي هيك الجذر الرابع للاكس ناقص الجذر السادس للاكس وهذا هنا واحد، لو انا هيك بدي التكامل ممكن نبلش زي ما حكى ثراء ان انا اجي احكي 4 ضرب 6 واللي هو حيكون عباره عن 24، وممكن اجي افرض الاكس هلا بدها تساوي يو قوه 24، وهذا الخيار وهذا الفرض رح يزبط بكل تاكيد، لكن اللهم ان الارقام حتكون كبيره، يعني عم نحكي احنا عن قوه 24 شوي الموضوع زنخ. لكن هاي 6 على 4 لما انا اجي اقسمها على بعض هي مش بابسط صوره. كيف بتصير بأبسط صورة؟ إذا أنا قسمت هذا المقدار على 2، فباجي بقسم هذا المقدار هون على 2 وهذا على 2، وهذا بيطلع بيساوي 12. هاي 12 لو أجي أفرضها اللي هي X تساوي U قوة 12، هذا الفرض كمان رح يزبط، وهذا الفرض هو أفضل خيار أو أفضل فرض ممكن إحنا نلجأ له، تمام؟
فبالتالي انا يا جماعه شو بقدر استنتج هلا؟ اني مثلا بقدر افرض الاكس يو قوه 12، يو قوه 24، يو قوه 36، يو قوه 48، تمام؟ لكن افضل واحد فيهم حيكون هو عباره عن اليو قوه 12. وبنفس الوقت مستحيل مثلا لو افرض اليو قوه 6 يقوم بالواجب، يعني لو افرض الاكس تساوي يو قوه 6 ما راح اوصل للنتيجه اللي بدي اياها. والدليل على ذلك لو اجيت انا فرضت هيك اكس بدها تساوي يو قوه 6، شوفوا هاي الجذر الرابع للاكس، قديش الجذر الرابع لليو قوه 6؟ هذا الجذر بروح على الاخر وده لسه بضل في عندي جذر. بضل في عندي جذر، ما بقدر اضيعه. لكن لما انا افرض بدل هاي الستة هون 12، شو بصير معي هذا؟ الجذر الرابع ليو قوة 12، هاي بتساوي يو ثلاثة. يو تكعيب، بالضبط. فبالتالي هلا هون بطل في عندي جذر من اساسه، تمام؟ هذا الحكي كلياته بهاي الطريقة بدنا نحاول نشتغله. حدا في عنده أي سؤال على أي شيء حكيته؟ ما تخلوني امشي عن هاد الحكي كله اللي حكيته قبل ما حدا منكم يعني يكون مش فاهم، لانه هو كان انا ما فهمت. سيرين ايش ما فهمتيهوش بالضبط؟ ما فهمت ايش اخر ايش يعني بالارقام. اوكي خلينا بس نرد نوضح زين. اللي هي احكي اللي هي بعد ما حكينا ثلاثة تمام الاثنين. هلا شوف يا جماعه انا المشكله بقدرش اني اخمكم بهذا الموضوع. ليش؟ هلا شوفوا بشكل عام لو انا في عندي هيك واحد سوري واحد على جذر الاكس وهنا ناقص الجذر التكعيبي للاكس، حلو. انا بدي اخذ هاي الارقام تاعت الجذور اللي هم هون 2 و3. فش هل في عندي كمان جذر غير هذا؟ في عندي جذرين، اذا في عندي رقمين، اول رقم 2 ورقم الثاني 3، تمام. هاي اول شغله. هذول الرقمين احنا بصراحه الشيء اللي عم بحاول اوصل له المفهوم عندنا بالرياضيات بنسميه الليست كومن مالتيبل اللي هو المضاعف المشترك الاصغر، تمام. الليست كومن مالتيبل اللي هو المضاعف المشترك الاصغر. ما بدي احكي لكم رياضيات، بديش احكي لكم كيف طريقته وكيف الامور هاي كلها لانه ما راح نفهمه كتير، يعني احنا بناخذ مساقات ثانيه تخصص، حلو. فلهيك انا مش عم بحاول اعقد عليكم الموضوع، بس انا بدي اياكم تفهموا شغله واحده، انه حتى اقدر اوصل لهذا الرقم اللي انا بدي اياه بغض النظر ايش اسمه بدي اضرب هذول الرقمين اول شيء مع بعض، حلو. بدي اضرب هذول الرقمين مع بعض. ثاني شغله بدي اقسم على رقم، ايش هذا الرقم اللي بدي اقسم عليه؟ شوفوا كيف 3 على 2، هل في رقم اكثر من هيك اقسم عليه لحتى تكون هذا الكسر بابسط صوره؟ هذا السؤال بدي اساله لحالي، يعني بقدر ابسط 3 على 2 اكثر من هيك؟ في طريقه ابسط من هيك خليها اكتبها فيها؟ لا صح. اذا انا ما فيش عندي ولا اي شيء اكثر من هيك فخلص بكون هذا عباره عن واحد، يعني زي كانك قسمت على واحد اذا بدك. لكن اذا انا اعطيتك زي هيك 6 على 4، هل هذا الكسر بابسط صوره ولا لسه بقدر ابسطه اكثر من هيك؟ بقدر أبسطه أكثر منها. فإذن إذا أنا عندي هيك الجذر الرابع للإكس ناقص الجذر السادس للإكس وهون عندي واحد، فأنا في عندي جذرين، إذن في عندي رقمين، إيش هم الرقمين؟ 4 و6. حكينا أول شيء بدنا نعمله نضرب هذول الرقمين، هاي 4 وهي في 6، بعدها بدي أقسم على رقم. إيش هذا الرقم اللي بدي أقسم عليه؟ بدنا نشوف هل 6 على 4 هيك أبسط صورة؟ حكيتوا لي لا. كيف بقدر أخليها بأبسط صورة؟ يعني عشان أخليها بأبسط صورة على قديش بقسم؟ اثنين على 2. هذا الرقم اللي بقسم عليه لحتى اخلي هذا الكسر بابسط صوره هو نفس الرقم اللي بحطه بالمقام هنا. وصلت ولا لا؟ وصلت اكيد. الباقي يا جماعه غير سيرين. هسا انا خطرت لي اذا كان يعني تفضلي يا ثراء. اذا كان في المقام مش بس جذره، مش بس جذرين، ثلاث مثلا. مزبوط. بدك يعني جذر حط كمان جذر ناقص كمان جذر. اعطيني ايش بدك الارقام يا ثراء؟ اعطيني هيك اكثر من جذر مثلا. جذر تكعيبي سوري واحد تكعيبي جذر تكعيبي وجذر الرابع رابع وجذر الرابع وجذر الخامس وجذر الخامس. اوكي اوكي يا جماعه هات نشوف هلا كيف نحل هذا السؤال. اول شيء يا جماعه خلينا ناخذ 2 2 تمام. ناخذ اول شيء هذول الاثنين مع بعض، حلو. الثلاثه والاربعه شو حكينا الطريقه؟ هي عندي 3 وهي عندي 4 وهي في عندي هنا 5، تمام. بس خلونا اول شيء ناخذ اول رقمين مع بعض اللي هو 3 والأربعة. كيف بدي اوجد هلا هذول الرقم تاعهم؟ بحكي 3 في 4 صح على قديش؟ هل الأربعة على 3 بأبسط صوره ولا مش بأبسط صوره؟ أبسط صورة. أبسط صورة. أبسط صورة على واحد. على واحد حلو. قديش بطلع معي الجواب؟ 12 مزبوط؟ 12 حلو. هلأ هاي 12 بأخذها مع الرقم اللي ضل اللي هو الخمسة صح؟
هاي في عندي 5. نفس الطريقة بدي أضرب 12 في 5. لو اجينا حطينا هيك 12 على 5، هل 12 على 5 بأبسط صورة ولا مش أبسط صورة؟ أبسط صورة. بأبسط صورة، إذن برضه على 1. إذن بالنسبة لهذا السؤال، لو جد هذا السؤال كان جاي بهاي الطريقة، سيتها أصغر رقم بالفرض تاعي لازم يكون عبارة عن 60، يعني X بدها تساوي يو قوة 60. أصغر من هذا الرقم مستحيل يكون في عندي أي رقم أصغر من هذا الرقم يخلي لي هدول الكسور الثلاثة يروحوا، مستحيل. أصغر رقم حيكون هو 60. وبالفعل لو نيجي ناخذ هلأ هون جذر تكعيبي ليو قوة 60، شو بتطلع هاي يا جماعة؟ 60 على 3 يعني يو قوة 20. 20. 60 على 4 15، يو قوة 15. و60 على 5 اللي هي عبارة عن 12، فبتكون آخر وحدة هي عبارة عن يو قوة 12. مستحيل ألاقي أي رقم أصغر من 60 يحقق لي هذا الحكي، إنه لو أجيت أخذت جذر التكعيب ليو قوة رقم معين يطلع لي إياها قوة بدون أي جذر، مستحيل، إلا ما واحد منهم على الأقل يطلع لساته جذر. تمام يا جماعة؟ تمام. أوكي، إذا بدكم عشان تبين الأمور أكتر شوي، بس آخر شغلة نأخذها هلأ هون قبل ما نتقل للحل هذا السؤال، لو كانت هاي مش 5 خلينا نحكي جذر تربيعي، تمام؟ نحكي جذر تربيعي عشان يكون في عندي هيك شوية شغل. تكعيبي تربيعي او قوة 4. يلا يا جماعة احكوا هلا انتم معي. يلا انا عندي 3 جذور، اذا عندي 3 ارقام، ايش هم 3 ارقام اللي انا عندي؟ 2 3 و2 وال4 و4. شو حكينا قبل شوي؟ اذا انا كان في عندي 3 ارقام باخذ اول 2 لحال، ناخذ هذول الاثنين لحال. يلا 2 و3 3. أول شيء بعمل بضربهم، هاي 2 وهاي 3، 2 أو 3 على 2، طبعاً 3 على 2 أو 2 على 3 يا جماعة نفس الإشي، يعني أخذت الكسر 2 على 3 أو 3 على 2 نفس الإشي. السؤال نفسه، هل هذا الكسر بأبسط صورة؟ نعم بأبسط صورة. إذن على 1 قديش بطلع الجواب؟ 6. بعديها بدل 2 و 3 خلاص صار في عندي 6، إذن هاي 6 شو ضل عندي؟ 4. 4. الستة مع الأربعة بضربهم، بدي أقسم الستة على أربعة يا جماعة بأبسط صورة ولا لسه بقدر أبسط أكتر من هيك؟ نقدر نبسط، نقسم على 2. على 2، إذن هذا لازم نقسم على 2، كم بطلع الجواب؟ 12. إذن لو هلأ جيت أنا أخذ X بدها تساوي يو قوة 12 رح يصبت معي كل إشي، فيش داعي أخذها 24، تمام؟ ما فيش داعي أن أخذها لهون مثلا 24 هي 6 ضرب 4، لأنه 6 والأربعة لسه في بيناتهم قاسم مشترك اللي هو عبارة عن 2. وبالفعل يا جماعة لو نجي ناخذ الجذر التكعيبي ليو قوة 12 قديش بيساوي؟ يو قوة 4. يو قوة 4. طيب الجذر ليو قوة 12 بيساوي يو قوة 6. والجذر الرابع ليو قوة 12 بده يساوي يو قوة 3. يو قوة 3 100%. حدا عنده اي سؤال عندهم؟ اي سؤال يا جماعة؟ الامور واضحة؟ واضح. اوكي خلونا هلا نرجع نحل السؤال تاعنا اللي احنا تركناه. يلا 1 على جذر الاكس ناقص الجذر التكعيبي للاكس. حكينا انه هذا السؤال، خلونا بس نقدر نعيده هون عشان نقلل الوقت، احنا بنرجع بين الصفحات. جذر الاكس ناقص جذر تكعيبي للاكس دي اكس. يلا شو حكينا احنا؟ الفرض هلا هذا اللي بيلزمنا هون، عندي جذرين 2 3 حاصل ضربهم هم بأبسط صورة، فإذن على 1 أبسط صورة، إذن على 1، إذن قديش بطلع؟ 6. إذن هلأ هنا السوليوشن تاعي بدي أحكي لت X equal U قوة 6. ممتاز. إذا X تساوي U قوة 6، إذن دي X شو بدها تساوي؟ 6 U قوة 5 دي U DX. ممتاز. هلأ التكامل اللي أنا عندي 1 على قديش جذر بدل X U قوة 6 ناقص الجذر التكعيبي ليو قوة 6 ضرب بدل الدي اكس 6 يو قوة 5 دي يو. اتوقع يا جماعة عند هون التعويضات واضحة صح؟ واضحة. اوكي اول شيء عندي هذا 6 ثابت، خلونا نطلع برا. هاي 6 التكامل يو قوة 5 ضرب 1 يو قوة 5 اعلى. الجذر التربيعي ليو قوة 6 يو تكعيب. الجذر التكعيبي ليو قوة 6 يو تربيع ديو. لعند هون الأمور 100%. أول شيء انتبهوا لي إنه هلأ الإقتران اللي صار عندي جوا التكامل إقتران إيش ماله؟
نسبة. نسبة. اسلم تمك يا شاتن. اقتران نسبي. بولونوميال على بولونوميال. اذا هلا في احتماليه ان اقدر استخدم الايش القصور الجزئيه. طيب هات بنشوف. اول اشي شو هيك في بالكم ممكن فكره تخلي لي هذا المثال ابسط شوي؟ نخلي التربيع عامل مشترك ونختصر مع البسط 100%. في عندي هلا هون يو تكعيب ناقص يو تربيع. اذا بقدر هلا هون اخذ يو تربيع عامل مشترك. فهات لنشوف. بتساوي 6 التكامل ليو قوة 5 على يو تربيع. شو بضل عندي هلا هون بدل هاي؟ يو ناقص 1 100%. يو ناقص 1 ديو. طيب يو قوة 5 مع يو تربيع يو قوة 3 يو قوة 3 واللي هي تساوي 6 التكامل ليو قوة 3 على يو ناقص 1 ديو. بيرفكت. لعند هون يا جماعة في حد عنده أي سؤال؟ ولا الأمور تمام؟ تمام. طيب هلا هون يا جماعة في عندي طريقتين للحل. الأولى هي قصور جزئية بلا شك، والثانية طريقة كرياتيف أكتر شوي، يعني طريقة ممكن إحنا نفكر فيها بطريقة أحسن شوي. رح حل أنا هلأ أول إشي القصور الجزئية. ليش لحل القصور الجزئية بصراحة مش الثانية هلأ بهذا الوقت؟ لأنه عشان بدنا نستخدم تصدف معنا إنه تكون درجة البسط أكبر من درجة المقام. يعني رح لما تكون درجة البسط أكبر من درجة المقام شو بدنا نعمل؟ احكي يا سيرين. قسمة طويلة. فخلونا نشوف كيف نعمل هلأ قسمة طويلة مع بعض. أول إشي أكيد إشارة القسمة الطويلة كلكم تعرفوها بهالشكل هاد. هون شو بحط بهاي المنطقة؟ يو ناقص واحد. يو تكعيب. لا يو تكعيب البسط بالضبط. هون بدي أحط البسط. وهون شو بحط بالجهة الثانية؟ المقام. 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 كيف هلا بدنا نقسم؟ يلا ركزوا معي. بجي بحكي اليو تكعيب على اليو. قديش يو تكعيب على اليو يا جماعة؟ يو تربيع. يو تربيع. فهي يو تربيع. بعد ما قسمت بدي أضرب اليو تربيع ضرب اليو. يو تكعيب. يو تكعيب. اليو تربيع ضرب السالب واحد. ناقص سالب يو تربيع. 100%. هلا هون يا جماعة في لكم خيارين، هم الاثنين نفس الشيء طبعا. يا اما انه بتحكوا هون عندي إشارة طرح وبتطرحوا المقدار اللي فوق من المقدار اللي تحت، او طريقة ثانية بنغير إشارات اكثر انه بنغير الإشارات. بالضبط. اليو تكعيب هاي إشارتها موجبة، شو بدي اخليها؟ سالبة. سالبة. واليو تربيع إشارتها سالبة، شو بدي اخليها؟ موجبة. موجبة. وبعد هيك بنجمع هذول المقدارين، يو تكعيب ناقص يو تكعيب زيرو. ولازم يصير زيرو. كون انا قسمت اليو تكعيب على اليو وطلع معي ناتج ورديت ضربت هذا الناتج، لازم اليو تكعيب عندي خلص تروح. تمام. طيب يو تكعيب ناقص يو تكعيب راحت، وهنا طبعا فيش شيء عندي، يعني زي كنا زيرو. زيرو زائد يو تربيع. يو تربيع. يو تربيع. تربيع. حلو خلصنا. ما خلصناش. اليو تربيع لسه درجتها اكبر من درجه اليو. اذا شو بعمل؟ بدي اكمل يو تربيع على اليو. يو. يو زائد يو. يو ضرب يو. يو تربيع. يو تربيع. يو ضرب سالب واحد. سالب يو. يلا هاي اشارتها موجبه، غيروا الاشارات. سالب وهاي السالب تصير موجب. اجمعوهم. يو تربيع ناقص يو تربيع زيرو، وهي بضل لك عندي يو. كونه المقدار اللي هون عم ننتج معي اللي هو الباقي فعليا درجته اكبر او بتساوي درجه المقسوم عليه اللي هو هذا اليو ناقص واحد، بكمل بالقسمه. بنكمل بالقسمه. امتى بوقف؟ لما تكون الباقي اللي انا عندي درجته اقل من درجه المقسوم عليه. تمام؟ طيب المقسوم عليه هون احنا عندنا او اللي هو المقام يعني قديش درجته؟ واحد. واحد لانه لينير. احنا شو بنحكي؟ انا ببطل اقسم او خلص بوقف القسمه الطويله لما الباقي تكون درجته اقل من درجه المقام. اذا قديش لازم تكون درجه الباقي بهذا السؤال؟ صفر. صفر. شو يعني صفر؟ خطي. يعني حيكون عباره عن ثابت. يعني ثابت. خطي. لا يا وئام. ثابت ثابت. اه. اوكي يو على يو ناقص واحد قديش هلا هي بتساوي؟ ما باجي بحكي يو على يو ناقص واحد، يعني يو بس على يو. أكبر قوة هون على أكبر قوة هون. يو على يو واحد. واحد زائد واحد. واحد ضرب يو. 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 واحد ضرب سالب واحد. ماينس واحد. ناقص واحد. منغير الإشارات، موجبة هذا تصير سالبة وسالبة هذا تصير موجبة، واجمعوا يو ناقص يو واحد. زيرو. صفر. وهاي بضلها عندي واحد. الواحد درجته قديش؟ صفر. المقام، المقام أو المقسوم عليه اللي هو يو ناقص واحد قديش درجته؟ واحد. واحد. كونها درجة الباقي اللي هو الواحد أقل من درجة المقسوم عليه، ساعتها أنا هلا هون بقدرش أقسم أكتر من هيك. تمام؟ ما بقدر أقسم أكتر من هيك. زي فكرة الأرقام، هل مثلا العشرة بقدر أقسمها على الخمسة لأنه العشرة أكبر من الخمسة، عشرة على خمسة اثنين، أو الثمانية بقدر أقسمها على خمسة، ثمانية على خمسة هي عبارة عن واحد والباقي ثلاثة. لكن مثلا ما باجي بحكي ثلاثة على خمسة، ثلاثة على خمسة فعليا إيش هي؟ عبارة عن إيش؟
3 على 5 هي عبارة عن 0 زائد الباقي قديش 3. فهلا هون لو بدي اجي احكي 1 على يو ناقص 1 زي ما كنا عم بقول لك زائد 0 والباقي 1، طب 1 على يو ناقص 1 زائد 0 والباقي 1، فبالتالي ما في فايدة منهم. فلهيك لما تصير درجة المقام اقل من درجة المقسوم عليه، او المقام يعني عفوا لما تصير درجة الباقي اقل من درجة المقسوم عليه او المقام، خلص بوقف. تمام يا جماعة؟ فلهيك هلا كيف بدي اكتب هذا المقدار؟ شوف اليو تكعيب على يو ناقص واحد هذا هو المقدار الاصلي اللي انا كان عندي. شو صار بعد القسمه؟ نكتبه بالشكل التالي، الناتج زائد واحد على يو ناقص واحد 100%. الناتج اللي هو عباره عن يو تربيع زائد يو زائد واحد زائد، احنا بنحكي عن مالنا بشكل عام، زائد واحد على يو الباقي ناقص واحد. اوكي زائد الباقي على المقسوم عليه. قديش الباقي عندي؟ واحد على المقسوم عليه، واحد على يو ناقص واحد 100%. اوكي يا جماعه اذا حاصل القسمه الطويله هاي اللي هو يو تكعيب على يو ناقص 1 شو بيساوي؟ بيساوي الناتج، هي الناتج هون زائد زائد الباقي، هي الباقي بيكون عندي تحت، وهذا الباقي بقسمه على ايش؟ المقسوم عليه. تمام، هذا هون كيف بكتب الاخر النتيجه تاعتي. اذا يا جماعه اللي بستنتجه هلا انه يو تكعيب على يو ناقص 1 هلا هذا شو بيساوي؟ 6 في التكامل. بدل يو تكعيب على يو ناقص 1 استبدله بهذا المقدار، يو تربيع زائد يو زائد 1 زائد سوري على بعديها 1 على يو ناقص 1 1 على يو ناقص 1 دي يو مش دي واي دي يو. تمام يا جماعه هذا التكامل هو نفس هذا التكامل. هلا بكل بساطه بنقدر نحكي كالتالي، هذا المقدار شو جوابه هلا؟ كثير بسيط عليكم صح؟ 6 في ايش؟ تكامل يو تربيع يو تكعيب على 3، اليو يو تربيع على 2، يو تربيع على 2 زائد يو زائد وهذا 1 على يو ناقص 1 لان اليو ناقص 1 100%. اذا هذا عباره عن يو تكعيب على 3 زائد يو تربيع على 2 زائد يو زائد لن الكون المطلق على يو ناقص 1. اوكي؟ طيب اخر خطوه ضلت عنا ايش هي؟ بنعوض مكان اليو جذر. بنعوض مكان اليو ايش انا اساسا فرضتها. طيب نرجع شوي صغيره بس ونشوف. شو فرضنا احنا؟ الاكس بدها تساوي يو قوه 6. اذا من هاي العلاقه اليو شو بدها تساوي؟ الجذر السادس للاكس. مزبوط، انا هون باخذ جذر سادس وهون باخذ جذر سادس. السته هاي مع القوه هاي بتروح وهون مصفي عندي جذر سادس. اذا يا جماعه هلا هون اليو بدها تساوي الجذر السادس. اذا هاي 6 في ايش؟ الجذر السادس للاكس كلياته تكعيب على 3 زائد الجذر السادس للاكس كلياته تربيع على 2 زائد الجذر السادس للاكس زائد لن الجذر السادس للاكس ناقص 1. اوكي يا جماعه طبعا عند هون وبتكملوها جذر التكعيب للسادس هذا عباره عن جذر تربيع للاكس وهيك، وبالاخر طبعا هون بتحطوا زائد سي وهذا هون بيكون حل السؤال. تمام، هلا الشغله الثانيه اللي هي التكامل ليو تكعيب على يو ناقص 1 هذا دي يو، حكينا انه ممكن نقدر نعمله بطريقه غير القسمه الطويله. طيب كيف نعمل هلا بطريقه غير القسمه الطويله؟ حد عنده اي اقتراح؟ نضيف واحد بناقص 1 اساس انه بيرفكت. بقدر اكتب هذا كالتالي، يو تكعيب ناقص 1 زائد 1 على يو ناقص 1 وهنا دي يو ناقص. هل هون انا بكون عملت اي شيء؟ هل هون غيرت اي شيء انا بالسؤال؟ لا ما غيرنا، نقصت واحد وزدت واحد، يعني زي عكنا زدت صفر ولا عملت ولا اي شيء. فبالتالي شو رح يصير معي هلا؟ بدي اخذ هلا هذا المقدار لحاله مع المقام وهذا الواحد لحاله كمان مع المقام. فشو بصير معي؟ التكامل ليو تكعيب ناقص واحد على يو ناقص واحد دي يو، هي اول تكامل، زائد التكامل لواحد على يو ناقص واحد دي يو. فصار عندي هلا هذول التكاملين. كيف نحل هذول التكاملين؟ هذا بسيط مبين انه على اللن. هلا هذا اللي بيختلف فيه انه هو عباره عن تحليل عباره تكعيبيه. فهاتوا لنشوف. تكامل ليو تكعيب ناقص واحد على يو ناقص واحد دي يو. وهذا يا جماعه خلص حكينا انه هو عباره عن ايش؟ شو جواب هذا التكامل؟ لن القيمه المطلقه لليو ناقص واحد زائد لن القيمه المطلقه لليو ناقص واحد. يلا ضل علينا نشتغل بهذا.
كيف احنا بنحلل هلا هاي العباره التكعيبيه يا جماعه؟ بنحلل البسط، ناخذ بالضبط يو ناقص واحد، يو ناقص واحد، يو تربيع، يو تربيع زائد يو زائد يو زائد واحد. بيرفكت 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 بيرفكت. اوكي نحكي بس عشان الكل يكون فاهم. هلا اول شيء يا جماعه بشكل عام لو انا عندي هيك اكس تكعيب ناقص اي تكعيب، تمام؟ بهذا الشكل انا عندي المعادله. شو تحليلها هلا هاي؟ باجي باخذ الاكس ناقص الاي لحال هيك بس، باخذ هنا اكس وهنا اي، بحط طبعا اشاره الناقص او اشاره الجمع اذا كانت جمع. بس القوس الثاني زي ما كانوا يحكوا لنا بالمدارس قوس قصير وقوس طويل، صح؟ القوس القصير هذا اللي انا عندي اكس ناقص اي، الطويل هذا شو بيكون؟ اول تربيع، اول تربيع، اول تربيع الاول في الثاني. اذا هاي الاشاره سالبه بعكسها بتصير زائد الاول في الثاني، يعني اي في اكس زائد اكيد الاخير تربيع. لو نطبق هلا هذا الحكي اللي هون على يو تكعيب ناقص واحد، فكيف بصير؟ باخذ اليو لحاله الواحد لحاله، هي يو ناقص واحد، بعدها باجي للقوس الاكبر شوي، الاول تربيع اللي هو يو تربيع، اذا هاي الاشاره سالبه بخليها موجبه، فهي صارت موجبه، الاول في الثاني واحد ضرب يو يعني يو، زائد الثاني تربيع اللي هو واحد. بس هيك، وهذا هون دي يو طبعا زائد لن الكون مطلقه لليو ناقص واحد. طيب هلا ملاحظين احنا انه اليو ناقص واحد اللي بالبسط اكيد راح تشطب مع اليو ناقص واحد اللي في المقام، صحيح؟ هاي هون صحيح، اليو ناقص واحد هاي مع هاي بدها تروح، بصفي معي انه التكامل ل يو تربيع زائد يو زائد واحد دي يو زائد لن الكون مطلقه لليو ناقص واحد، هاي اوريدي جاهزه. هلا لو ترجع شوي بس صغيره بتلاحظوا انه هذا المقدار اللي هو يو تربيع زائد يو زائد واحد هو اوريدي كان ايش؟ انا كنت ماسحه، سوري، يو تربيع زائد يو زائد واحد هو كان ايش يا جماعه؟ كان عباره عن الناتج لحاصل ناتج القسمه، ايوه، يو تكعيب على يو ناقص واحد، تمام؟ هذا المقدار يا جماعه بس للتاكيد، يو تربيع زائد يو زائد واحد هذا الناتج اللي احنا حصلنا عليه لما ايش؟ لما قسمنا اليو تكعيب على اليو ناقص واحد، اوكي؟ فبالتالي يعني فيش اي اختلاف، بس اللهم انه هاي طريقه كانت ممكن اطول شوي وهي طريقه اقصر شوي، بس مش اكثر من هيك. بالمقابل هذيك طريقه مبينه وسهله، انه انا في عندي بولينوميال على بولينوميال يعني كسر او اقتران نسبي، وعندي درجه البسط اكبر من درجه المقام، اذا كان ضروري حسب زي ما تعلمنا بهذا الدرس انه نعمل قسمه طويله. هذيك الفكره مبينه لكنها اطول شوي. هاي الفكره ممكن بدها شويه يعني شغل، بدها شويه انك تفكر فيها شوي، بس اقصر بكثير. طيب يا جماعه في حد عنده اي سؤال عند هون؟ اي سؤال؟ اوكي، اذا فيش حد عنده ولا اي سؤال نقدر نحكي هلا هيك end of section 7.4. وبصراحه كان سكشن زخمه طويل يعني، فجد يعطيكم كل العافيه.